تدرون ماذا نشرت جريدة الجمهورية عما يجري في سجوننا؟ في محكمة الجنايات التي تحاكم ملوك التعذيب في قضية عرفت بقضية كمشيش. وكمشيش هذه احدى قرى محافظة المنوفية. جاء باحدى الاسر ودخلت السجن الحربي. لكن ما كنت اتوقع ان الوقاحة وان الدناءة وان الرذيلة تبلغ بالظالمين الى هذا المدى. اسمعوا ما نشرته جريدة الجمهورية على لسان احد الشهود. قال الشاهد انه بلغ من تعذيب الظالمين لنا انهم جاءوا بكلب مدرب. كلب مدرب. وانا اعرف قصة الكلاب في السجون. فالكلاب جيء بها من اوروبا. كلاب مدربة على اكل لحوم البشر. ولا انسى ذلك اليوم الذي دخل فيه العارف بالله الامام محمد الاودن. والذي زادت سنه على 80 عاما. يوم استدعاه ملك التعذيب في مصر. وكان الشيخ الاودن عالما في التفسير والحديث. في كلية اصول الدين بالازهر الشريف. وجيء بالرجل الكهل الى سجن الحربي. ونادى المنادي على احد الجلادين وامره ان يحبسه في زنزانة شديدة البرد. وان يحبس معه كلبا من كلاب السجن الضواري. ودخل الشيخ وعلى ظهره قفص حديدي. فقد كان ظهره مكسورا. ودخل الزنزانة وجوع له اكبر الكلاب. وكان يسمى راكي. ودخل الكلب مع الشيخ في زنزانته. وبعد ساعة قال شمس للجلاد انظر ماذا فعل الكلب بابن الكلب. وفتح الجلاد الزنزانة فرأى عجبا عجيبا. رأى الشيخ ساجدا والكلب بجانبه يحرسه. لا اله الا الله. تاريخ اسود. ايام بلا شمس وليال بلا قمر. ايام سود. واذا تكلمنا عن سجون قال احد اصحاب العواطف الكذابة اذكروا محاسن موتاكم. والله الذي لا اله غيره انا اعتبر الكلام عنه عبادة لله. عبادة. لان الرسول محمدا يقول اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. احدث هذا في تاريخ محاكم التفتيش. احدث هذا في معتقلات سيبيريا. احدث هذا في نازية المانيا. احدث هذا في فاشية ايطاليا. اسألوا التاريخ. شيخ يزيد على 80 عاما يسجد لله في الزنزانة والكلب بجانبه كأنه قط وديع. يحرسه يحرسه. وجاء الجلاد الى الجلاد الاكبر واخبره القصة. فقال له شمس حرك الكلب بالكرباج ليأكل من لحم هذا الكلب. وحاول الجلاد عبثا ولكن الكلب لم يتحرك لان الذي منعه هو الذي منع الحوت ان يقرب يونس بعفا. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. حرك الكلب فلم يتحرك الكلب. وبات الوحش مع ولي الله ليلة. الولي يرتل القرآن والكلب بجانبه يسمع الى ايات الله. الولي يقرأ والكلب يستمع وينصت الى ايات الله البينات. لو انزلنا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكنه نزل على قلوب فوجد القلوب على أبوابها أقفال ضاعت مفاتيحها. واخيرا ما تدرون ماذا قال شمس؟ قال للجلاد اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. يخاف على الحيوان المفترس ولا يخاف على عالم عارف بالله. اسأل التاريخ هل فعل الاستعمار ما فعل بالثورة بالعزة والكرامة؟ اسأل التاريخ ماذا قال شاهدنا في محكمة الجنايات؟ اسمعوا اسمعوا وترحموا على الزعيم الراحل. اسمعوا، قال الشاهد: جيء بكلب مدرب. اتدرون مدرب على ماذا؟ على اكل لحوم البشر؟ لا. مدرب على ان يتعرف على الناس؟ لا. مدرب على الجنس. اتدرون ما معنى هذا؟ اقرأوا جريدة الجمهورية. والشاهد حلف بالله العظيم ان هذا حدث. كلب مدرب على الجنس يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقفز الكلب عليهم فيزني بهم. كلب مدرب على الجنس يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. هذا الذي خلق فينا العزة والكرامة. أسنا من الكلب للآدميين. حتى الكلاب علمناهم الفاحشة فعصت الله. حتى الكلاب دربناهم على معصية الله. فأين ينام الأودن اليوم؟ وأين ينام ملك التعذيب؟ أما العارف بالله فقد هاجر مصر وهجرها، وذهب إلى بلاد الحجاز يقرأ القرآن ويفسره في البيت الحرام. ولما علم الملك فيصل بأن الأودن قادم على بلاده قام بنفسه واستقبله في المطار. استقبله في المطار وفتح ذراعيه له، وقضى الأودن حياته في بيت الله الحرام. وقبل ان يموت كانت له وصية نفذها امراء السعودية. وصى الشيخ الأودن قبل وفاته ان ينقل الى مدينة رسول الله بعد موته ويدفن في ارض البقيع مع